ابدا العد يا حوده. اه عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي من الوحش. الله ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله ما انا سيبه عند مين؟ سيبيه مع عمو جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجيلك. يلا يا اختي يلا. استنى والسمك مش هنقليه؟ وانت جايبه مشوي؟ لا جايبه ناي. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. عملتها انت كمان، عندك سرعه في الاداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا عشان مش مستعجله. مش مستعجله خالص. مش مستعجله قوي يا ست. هتسفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان مش مستعجله. لا لا اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس رديك بالبناء في وشك. بس 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 عشان خالتك مركزه جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه؟ افضحيني بقى افضحيني. مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا عشان مستعجله. ما هو اللهوجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشه رنجه ولا ايه؟ دي ملوحه. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا. عايزك تجرسها عشان هي كدابه وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. هوبا. بص بص معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع. لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم بتعيط ليه وانا حاططولك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى يلا من هنا. يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفني. وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضه؟ مش فاخر يا ابني وانا عالي دفتر ده. مش عارف هو مين اصلا، هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوضه، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال. خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده. يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد. انا بتكلم على اللي وراك. بس يا حوده الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اه اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه يا اساتذه؟ بابا انت بدريه ولا عيشه ولا رشا ولا علا ولا هانا ولا حالة؟ انا عيشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عيشه؟ اخس عليك، ده احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر شقي بقى يا عيشه. اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عيشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه يا عيشه، عايزك في موضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم عايزك تشيليه امانه عندك. اوعى حد يشوفه يا عيشه. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباشا اسمه عبد الناصر قام بالثوره امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسه. احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجه؟ شوف كان ايه وبقى ايه.
من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي مش احنا. مالنا، ما احنا الحمد لله زي الفل اهو، معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح، احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير، احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجرة عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر رجلي فيك على تحت. فيكي ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده يلا. النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله لذيذه خالص ده دلوقتي، بس ما تعرفيش اول ما الليل ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هاني نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه وحاسه بيها. للأسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم من النوع ده يعني، ما تتحمقش قوي كده. فياريت يا هاني لو تعرفي أي حد من أصحابك أكون شاكر جدا. هو فعلا في أزمة في الدكورة اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت من شوية ليه؟ ما علينا، المهم حضرتك أدي الشهادة بتاعت فيكي وأدي صورة لفيكي. أنا عندي استعداد أدفع لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوه، انا بتكلم مع الهانم. اصل انت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزه عليا قد ايه وصعبانه عليا قد ايه. مش لوحدها يا حضرت. لا انت صعبانه عليا من ساعه ما دخلت اصلا. يلا المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل، ودول يا هانم 1,000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا يا في يلا. لسه وشرفت حضرتك. نظف مالكش دعوه. بس بقولك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه؟ بيشتغل هنا؟ لا جوزي بينظف بس. ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس تعالى تعال. وعلشان خاطر ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999. نزلت لي الجنيه. دمك شربات. بتكلم ده 25,000. وعلشان خاطر 8 مرة 22,000. 20. قول له حاجة يا ريت. اجمد يا ريتو. ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا يا حبيبي. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك.
مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعة بسرعة كلم الراجل ده، فيه 20,000 مكسب بسرعة. أيوة الكارت بتاعه. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. يا حول الله يا رب، دي حادثة دي ولا ايه؟ هم متعودين يباتوا برا؟ عمرهم عمرهم ما عملوه صدقني. معلش يا ست أولجا، ما انت عارفة كلاب اليومين دول بيحب العض، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش اي اثبات شخصية؟ لا يبقوا اتمسكوا تحارب. اخص عليكم كده بتتريقوا عليا، وانا اللي بقول عليكم ان كنتوا زي ولادي. اخص عليكم. خلاص معلش معلش يا ست أولجا، معلش والله بنهزر معاك. وحندور لك عليهم ونجيبهم لك لحد عندك. واحد واحد وهيباتوا في حضنك الليله. الليله الليله يا أولجا. بس انت يلا بقى يلا، ما يصحش تقعدي هنا. يلا قومي هنجيبهم لك. حاضر. على مهلك. اشوف على مهلك. اشوف دي دخلت هنا ازاي دي. بالراحه بشويش. يا روحي نوحي على البخت اللي راح نوح. معلش يا حبسه قهرك في دارك يا أولجا. سرحوا بوحي. معلش يا ست أولجا. ده القلب